وإلى البورصة المصرية، حيث أنهت المؤشرات تعاملات اليوم على تراجع جماعي بضغط من مبيعات المستثمرين المصريين، بينما اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء. وسجل رأس المال السوقي مستوى 661.2 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 10150 نقطة، وأغلق عند 10083 نقطة، مرتفعا بنسبة 65%. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 1744 نقطة، وأغلق عند 1726 نقطة، منخفضا بنسبة 1.2%. فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 2621 نقطة، ليغلق عند 2596 نقطة، متراجعا بذلك بنسبة 95%. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 18.56 جنيه للشراء و 18.67 للبيع. سجل اليورو 19.87 للشراء و 20 جنيه للبيع. وصل الجنيه الاسترليني اليوم نحو 23.33 للشراء، والبيع 23.48. الدرهم الإماراتي 5.5 للشراء و 5.8 للبيع. الريال السعودي وصل اليوم 4.95 للشراء و 4.98 للبيع.